ما حكم حجاب المرأة وتغطية وجهها وارتداء القفازات في الإسلام؟ وهل صحيح أن لباس المرأة المسلمة هو الأسود؟ وما الإثبات على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما لباس المرأة هو ما جرت عادة النساء لبسه في كل بلد ومجتمع، بحسب أن تلبس ما يختص بالنساء، ولا يختص ذلك بأسود ولا بأي لون كان إلا اللون المختص بالرجال، فلا تلبسه، وإنما تلبس ما جرت عادة النساء بلبسه غير متقيدة بالأسود أو غيره. وأما الحجاب الشرعي فإنه تغطية جميع الجسم عن الرجال غير المحارم، أن تستر وجهها وكفيها وشعرها وجميع بدنها بالستر الذاتي الذي ليس فيه زينة ولا ما يدعو إلى الفتنة، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وإذا لبست على كفيها القفازين فلا بأس بذلك لأنهما من الستر، وإن غطت كفيها بثوبها أو عباءتها كفى ذلك، المهم أنها تغطي كفيها عن الرجال الأجانب. إلا في حالة الإحرام إذا كانت المرأة محرمة فإنها نهيت عن لبس القفازين لأنهما مختصان بالكفين ومخلطان أو مؤمن في جال الكفين، ولكن يجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال بثوبها وهي محرمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.